وافق أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على عدد من المراسيم تتعلق بتعديلات في لائحتي مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بحق السؤال الموجه إلى الوزراء، فيما قرر إعادة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل لمزيد من الدراسة. اختلفت الآراء وتوافقت قبل أن يصوت أعضاء المجلس بالموافقة على التعديلات التي جاءت بهدف زيادة صلاحية السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب. جسدت تماما الغاية المستهدفة من التعديل الدستوري الذي تم بموجبه زيادة الصلاحيات النيابية لمجلس النواب، وفي ذات الوقت جاء في تنظيم يحفظ مسألة السؤال وطريقة عرضه، وأيضا إعطاء صلاحية لهيئة المكتب في مسألة النظر إذا في كان في مانع من توجيه السؤال متعلق في العضو السائل. بالنسبة لمجلس الشورى طبعا الإضافة أكيد لمسناها من خلال منذ نفاذ هذا المرسوم بإصداره تم توجيه عدد من الأسئلة وتم الاستفادة منها من خلال الإجابات التي تعاون فيها السادة الوزراء لتم توجيه الأسئلة لهم بما تضمنها من معلومات. هذه التعديلات الهامة جاءت بهدف إحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على المرسوم بقانون. تعلمنا من سيدي صاحب الجلالة بأن الديمقراطية هي ممارسة، وأننا في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي دائما نحقق كل يوم شيء جديد. اليوم الحمد لله وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم 50 لعام 2018 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي أعادت حق السؤال إلى أعضاء مجلس الشورى كأداة للاستفسار. نحن كأعضاء في مجلس الشورى طبعا نستفيد من هذا التعديل، وذلك لأننا من خلال توجيه الأسئلة نستطيع أن نحصل على معلومات معينة تساعدنا على التشريع وتساعدنا على رفض التشريعات بمعلومات مطلوبة قد نحتاجها عندما نعدل قانون أو عندما نقترح قانون أو عندما نوافق على قانون أو مرسوم. كما تعرف كذلك بأن هذا التعديل قد أتى ترجمة إلى التعديل الدستوري الأخير للمادة 91 والتي أعادت حق السؤال كذلك إلى أعضاء مجلس الشورى. هذه التعديلات الهامة جاءت بهدف إحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على المرسوم بقانون. الحفاظ على المبدأ من الرقابة وممارسة الدور الحقيقي لأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها هو المنطلق الذي وافق من خلاله أعضاء مجلس الشورى على عودة صلاحية استخدام أداة السؤال لأعضاء مجلس الشورى، هذه الأداة التي تمكنهم من الاستفسار والاستفهام حول ممارسة وأعمال السلطة التنفيذية بمختلف مجالاتها. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.